يقول السائل: ابني عمره 9 سنوات، أخذ عمرة قبل سنة وانقطع عن أهله في المسعى ولم يكمل السعي، حيث سعى شوطا واحدا ثم ذهب وحلق ونزع ملابس الإحرام، والآن هو موجود بمكة، فما هو العمل؟ العمل يعيد عليه ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما من العام، الإحرام باقي عليه، يعيد ملابس الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه ويكمل عمرته.